هذا استقلال كديسي سانت فرانسيس اند ذا سلطان. شوفني the figure of Saint Francis of Assisi has Assisi ورانا Assisi has always been considered a model of holiness on which to draw inspiration to live according to the Christian. هذه على أطراف أو في وسط شارع التقسيم. كنيسة سانت فرانسيس وهذا السنتيريو ديلا بازيليكا أنطونيو اسطنبول. اتوقع في 1/12/2006 حطوا هذا المومنت او ستاتيو. ندخل باب الكنيسة. طبعا ما في قداس اليوم لانه يوم الخميس. كنيسة القديس فرانسيس. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أشهد أن الله حق وأن النبي حق وأن عيسى نبي الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصراحة يعكس التنوع الثقافي والديني لإسطنبول السماحة. وهذا الإسلام يعني حافظ على المعابد والأديرة ودليل على تسامح الإسلام